كبدات ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم في واتسم سليمان. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الفطور ديالي، وعندي واحد الدجاجات هما مغسولين مارودين داك الشيء الرفيع. بسم الله نحيدهم هيدا على جنب ونعمل الصلصه ديالي اللي غنخليهم نهار كامل فيها. حبيبي غنعمل واحد شويه دهاد العشب ديال الدجاجه، هو غير العشب ما فيهم حتى شي حاجه، باش ما نبقاش نضيع الوقت غادي نعمل مغيرفه هيدا العشب ديال الدجاج. ويا نبداو بواحد المغرفه ديال الشكنجبل، ها هي فين هي، شويه ديال الابزار ها هو، وشويه ديال الكمون. ما كنعملش بزاف بونط هاد المغرفه، نتوما كتشوفوها حوالي. وغادي نعمل شويه ديال راس الحانوت، غير واحد الرشيشه، هذا شريته من ميركادونا، راس الحانوت هو كيبيعو من ميركادونا. الكادونه كتعرف كلشي وكتجيب كلشي. عندي شويه ديال المرطار، غنعمل فحال واحد جوج مغارف، ماشي معمرين بزاف بالحق، شي جوج مغارف هيداك كيجي فيهم الصابور الديد. هادو ما غنطيبوهمش في المرقه، غادي نطيبو غنعملوهم غير في واحد المغرفه كبيره ديال السوجه، غنعملوهم في الفران، كيجيو لذاذ الكبيده تلذاد بزاف بزاف، وجربوهم ان شاء الله وغيعجبوكم. عندي مغرفه ديال المذاق ديال الدجاج كنور اللي كنشريو من عند الجزاره، وعملت واحد الكوتشاره ديال الفلفل الحمر، وواحد النوز دم غير فهاد الحر. الا كيعجبكم الحر زيدوا الحر، والله كيجي غزال اللي فيها الحق على حسب اي واحد. هادي واحد المغرفه ديال الكيتشوب، كيتشوب ما كتسروش فيها مغرفه، بحال واحد جوج مغرفة د الزيت هيداك اولا ثلاثة، نص د الحامضة. وإلا بغيتو تعملوها عاود حتى كاملة ما كاين حتى شي مانع، والله كترطب اللحيمة ديال الدجاج، كترطب اللحيمة ديال الدجاج كتجي فتيتية غزالة. وفي الأخر حيدو بعدا هادي، غنعمل مغرفة صغيرة صغيره ماشي كبيره، ها هي قزبر معدنوس والثومه، نخلطوا هذا التخليطه هيدا شويه ونزيدوها شويه ديال الماء عاود حتى نخلطها مزيان، وغنزيدها واحد شويه ديال الماء، وهاد الخلطه كتجي كتحمق حتى في الصلصات عاديين كتجي مزيونه. دابا هادي نيت اللي عندي هكذا، غنزيد الماء، وهاد الصلصيطه غادي ندهنها مزيان حيت هاد الدجاج غادي نعمرهم ومن بعد نوريهم لكم ان شاء الله، وغنعملهم غير في الفرن. دابا غير غندهنهم مزيان بهادشي وغنلويهم وغنخليهم حتى للعشيه، دابا باقي بكري حتى للعشيه، وتخليهم ليله كامله اللي بغيتو بحق واحد 4-5 السوايع مزيان باش كيدخل فيهم هادشي مزيان. نجي نعمل الصلصيطه نعمرو نوريهم لكم الكبيدات. ها نتوما الكبيدات، نسيت ما وريتكم شي كنعدلهم، قلت لكم ديك الساعه منين نجي نوريهم حيد الفطور اللي غنشارك معكم الكبيدات عباره على هذا الدجاج، ولكن ان شاء الله نوريكم المسا ديالنا بحال العاده ديال السبت والحد. ان شاء الله نوريها لكم كامله. هانتوما ندخلوا هاد الصلصيطه حتى في الداخل ومع الحواشي هيدا، واخا كبيت ولكن كنزيد نهردو مزيان. هانتو وهي كتجي تبارك الله بزاف زعما يبقاو فيها، وهاد المرقه هادي نيت ديك الساعه غادي تشوفوا شنو غنعمل بها. هادي هي اللي غادي تبعوا الفيديو غادي تشوفوا. تبعوا الفيديو غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله. كيجيو الكبيدات كيحمقوا هذا الدجاج، والله العظيم الا كيجيو كيحمقوا هيدا. انا فايته طلعت هذا الدجاج هادو، ولكن دائما كنبدلو شويه ما هو كلشي فحال فحال الحبايب ديالي. ها بنادم كيزيد مره مره يختار الحاجات وكيشوف الحاجات وكيزيد يزيد الحاجات تبينو صافي الحق، هو الدجاج كيبقى دجاج والاقامه كتبقى هي هذيك، كلشي راه ما يدوخكم حتى واحد.
هاي كنزيدوا الحاجه تاع دوك خصهم هيدا يبقاو مغمسين هنايا هيدا ونغطيهم كبيدات وديك الساعه تشوفوا معايا كلشي باذن الله. يسمحوا لي الحباب صداع طنجره الحريره. ان شاء الله يا ربي دابا نعمل معكم التعميره ديال الدجاج ديالنا. عندي هنايا قليل من الزيت، عندي هنا 200 غرام ديال الكفته ديال الدجاج ميت، بقاو معايا غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله. عندي هنايا عاود 150 غرام ديال الشعريه الصينيه شي خفاف اللي كنعملو كاملين، واحد جوج مغرفات ديال الزيتون، وغنعمل الشرموله ديالي ان شاء الله عدلتها طريه، عدلتها غير البارح طريه طريه، غنعمل منها واحد الكوتشره حتى هي، وغنعمل منها الجبن هذا اللي ما كيذوبش دغيا، وعندي هذا الجبن بحال الجبن جبلي بحال الجبن اللي كندهنو به، غنعمل كوتشره كبيره ولا على حسب يتجمع لي وحده ولا جوج. بقاو معايا وغادي تشوفوا كلشي، مغاتشي نوري داكشي كامل في الطبيس ولا داكشي باش نجرب، راه الدجاج باقي لنا الدجاج ان شاء الله ما كنطيبهمش بزاف على قبل هادو، عاد غنعملوهم في الفران، كنضيف عليهم هاد الشعريه والزيتون. واحد المغرفه ديال اللي وريتكم دابا عاد، كيدي الدجاج معمرين هيدا ولا بالكفته عاديه ديال اللحم حتى هي في واحد الحبش كتجي لذيذه كبيده بالدجاج اللي بغيتو، كتجي بنينه بزاف. شويه ديال البزار كنجبد، عملت المول المغرفه معمره بقا ما زيدو ولا نقصو، هذاك الشيء كيبقى على حسب الانسان الصراحه. هادو ديك العشب ديال الدجاج، هادو غير العشب بالدجاج، وهذا راس الحانوت غنعمل واحد الشويه وغنعمل شويه بالخرطوم، هانتوما وغنخلط كلشي مع بعضياتو. كتبنينا بزاف 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 ديال القشوة، نتمنى تجربوها يا ربي. هانتوما كتشوفو الكبيدات غنشحرها واحد الشويه صافي، ونعمل لها الجبينه ديالي، الجبن هو الاخر. نسيت نعمل شي واحد المغرفه شي معمره، واخدين شويه ديال الحر تا هو، شويه باش ما نعيقش. في حبطني الحر، من لسه ما فيهاش الحر ما كناكلوش. دابا الفطور عندي عاود الفاميليا ضروري، شي كيعجبو شي ما كيعجبوش. هانتوما الكبدات دابا طفيت النار، هاهي مشحرة عندي دابا، عاد عادي ندف لها هاد الجبينة هادي مغرفات هيدا، أنا كنعمل على عيني ميزاني. كنقاشي مع بعض شي مرات، هادو وقيلا جوج مغارف على قبل طلعتها، نزيد واحد شي طلعتها مزيان. هاد الجبن هدا ما كيدوبش غير كيتعلق شويه وصافي. ودابا نخلط كلشي مع بعضياتو، العافيه مطفيه، ونخليها تبرد ونمشي نعمر الدجاج ديالي. كبيدات ديالي من بعد ما بات ما قيلولي مشرملي المعدلين، ها هي السلسيطه ديالي اللي عدلت معكم بالجبن والشعريه والكفته دجاج حتى هي. دابا هذه عمرتها وقلت نعمر معكم هذه، تشوفوها هذه الكفته دجاج، انتم شفتوا كل شيء والجبينات والشعريه الصينيه، عملت غير شويه ما عملتش بزاف، كندكنهم مزيان. ها هما نحيدو هادو، شبرو الباليو الجليدات هذا هيدا كيعطيهم لنا هنايا، ها
هيدا كيعطيهم تعية توصيه ويعطيهم لك هيدا مفراعي. خصنا نعملو لهم العملية جراحية حنايا. هكدا كبيدات ونمشي مع هيدا تنشد دبابها كامل. هانتو ها هي انا ركزت الا بقى شي طريه هي فما كاين مشكل. حق انا نحاول نشدها كامله. هاد العويدات كيتهرسوا دغيا كيجي ويدا معمر من ديك الحشوه ديال الجبينه والكفته ديال الدجاج والشعريه كيجيو كيحمق. صافي الحبايب ديالي دابا غادي نربطها جبرت شي الخيط ابيض زعما عندي الدرد د الخياط. ان شاء الله يا ربي يجيو لذادين انتوما ونقلبو. وهاد الصلصيطه ديال الكبيدات هايدا ندير الكفوق منهم كاملين ها هما ونغطيهم في الاول كنعمل لهم الكاغيط ديال الفراد ونفوق منهم الكاغيط ديال شنو كيقولوا له الالومنيوم مبغاتش يخرج هيدا. ودابا صافي ان شاء الله ندخلهم فران وملي يطيبوا نوريهم لكم ان شاء الله يا ربي. مال الكبيده سنعمل لهم واحد بوستري خفيف وظريف. هانتوما هنايا عندي فريسه نتا حيت والتفاح فوق منا. ها هي فريسه قطعت واحد النص كيلو عملت فيه حجم مغرف السكر وخليته حتى طلق شويه هيدا. والتفاح عصرت عليه شويه ديال الليمون وعندي شويه ديال اللتشين حنايا كنقولوا اللتشين. هادي كيجي واحد الديسير كيحمق بنين. والفروطه هيدا انساني هذا مدام شوفي ما كيعجبوش بعد واحد قالت لي مرات خاي ما نعملش فيه على قبل ما كيعجبهاش اللتشين صافي ها هما. وهنا الكبيدات عندي ثلاثه جوغوريس ناتورال كنعمل معاهم واحد 200 مليلتر ديال كريم فريش ليكيدا وواحد جوج مغارف ديال الليمون وكتقل هيدا وكتجي لذيذه غزاله. وعندي الكريم فريش فيها السكر عليها حلو ولكن نتوما الا شريتو الكريم فريش بلا سكر عملوا السكر على حسب. ها نتوما الكبيدات ومن بعد ملي كنجيو ناكلوها كنخلطو كلشي كتجي غزاله. هادي ما هي ما كنطلع ما والو هذا الكريم فريش هادي ها ديالك اه جحاني مسكين ما فيه شي نارنخه. ها نتوما الحبايب ديالي كيجي ساهل ومنعش حتى هو وغزال لذيذ. ها المهم جبتهم تقريبا هما هادوك. ها هانتوما الكبيدات ودابا غادي نعاود لهم من فوق الفريسه اللي خليت هنايا ها هي فينيا. ها غنخلط شويه شويه هكذا شحال ما هبط ماشي بالقياس. هذا الديسير دغيا كيتعدل في هادي نعمل لك ياك فريسه ايوا قلت المره تخليت نعمل لها فريسه باش نوريكم باش ما تبقاوش مساكن معايا دغيا ننسى ليه. غنعمل رش عليه واحد شويه ديال القرقعه هيدا وصافي وتشوفوه معنا ان شاء الله في الفطور في بلاطو التقديم ان شاء الله. ثم الكبيدات ديالي ها البوستري ديالنا ديال اليوم شاركت معكم الفطور ديالنا ان شاء الله يا ربي ملي ننزلوا في الميسه تشوفوا كل شيء باذن الله. نتمنى يعجبكم يا رب العالمين. كبيدات ها شكلنا عيد المسيسه ديالي. ها البوستري عملنا غناكلوه دابا خبيزات معمرين. ها الرغيفات ديالنا بيتزا الحريره ديالنا ها هي فين هي ان شاء الله يعجبكم. وها شكل نهائي الدجاج ديالي نتمنى يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. جربوا هاد الصلصيطه كيجي كيحمق ورافقته بشويه د البطيطه هكذاك. نتمنى يعجبكم يا ربي القنينطات والبريوات. نتمنى تعجبكم الميسه ديالنا اليوم ان شاء الله يا ربي. العراضه خفيفه وظريفه ان شاء الله.
وشكرا حبيبي على المتابعه. شكرا للحباب الجداد والقدام، كنشكركم من كل قلبي. فطركم شهي ان شاء الله، نتمنى تكونوا بالصحه والعافيه حبيبي بسيتو.